طيب نروح للأخبار المحلية والعالمية وأخبار محترفينا في الخارج وأهم العناوين في الأخبار دي. سوبر كورة أبو ريدة يخطط مع الأندية لتغيير نظام انتخابات اتحاد الكرة المقبلة. اليوم السابع شوبير لن أدخل اتحاد الكرة إلا مع أول اجتماع رسمي للمجلس. الفجر الإمارات تطلب تواجد محمد صلاح في مواجهة الفراعنة الودية. الشروق صلاح ضمن قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي. فيتو طارق عشري يتلقى عرضا لتدريب منتخب ليبيا. الوطن سبورت اكتمال النصاب القانوني لعمومية الإسماعيلي. جريدة الشروق الاتحاد السكندري يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل مواجهة بيراميدز. الأهرام المسائي المقصة يلاحق أنطوي من أجل الطردية. جريدة الوطن ست مواجهات في صراع كأس الرابطة الإنجليزية وملك إسبانيا. النني يقود أرسنال مواجهة بلاك بول وتشيلسي يتطلع لدور الثمانية وبرشلونة وريال مدريد في مهمة سهلة. جريدة الشروق رونالدو صلاح وأبطال العالم لديهم حظوظ في الكرة الذهبية. سكاي نيوز مونديال قطر تعديل جوهري مفاجئ. أس راموس يوجه رسالة لجمهور ريال مدريد قبل مواجهة ميليليا. سبورت 360 بلاتيني يحدد اللاعب الذي يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية.